في المسؤولية صناعة الوعي، ويعتمد المسؤولية حماية هذه المرحلة الخطيرة التي تتهددها كل هذه القوى العالمية، هذه القوى التي أدت سقوط النظام السابق إلى إرباك كل الحسابات التي أعدت ودبرت للمنطقة. التقسيم وتوزيع الأرض والتضحية بالتراب والجماعات الإرهابية وزراعة الأسلحة كل هذا على الشعب، ولكن بمشيئة الله وبإرادة الله وبالمعجزة التي تحققت وما كان يمكن أن تتحقق إلا بمشيئة من الله وبإرادة الشعب القومي العظيم. الآن ألسنا أمام استقرار هذا النظام الجديد. لا يكفيه فقط الاستقرار الأمني، لا يكفيه ما تفعله الجيش الوطني العظيم، وباسمه وباسم كل مصر أتوجه لكل من يقف في الشارع المصري ليحمي أمن مصر من جنود وضباط وقيادات هذا الجيش الوطني الذين يطعن في موقفه من الآن، رغم أنهم لم يفعلوا غير واجبهم الدستوري والقانوني في تلبية إرادة الشعب ودعم إرادة الشعب. الحقيقة هذا الوطن ظلم لمدة طويلة، ليس فقط 30 عام والأثر الكامل، واليوم جاء دورنا جميعا لنتكاتف ونعبر هذه المرحلة التالية بكل شجاعة وقوة من أجل أهداف الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. على الرغم من التحديات الكبيرة اللي تواجهها الدولة والوطن داخليا مش هتكلم على خارجيا، تعلمون ما يحدث في الخارج والقدرة السخيفة تتطلب قيادتي على جزء كبير مما يحاك لهذا الوطن، ولكني بتكلم على مشاكل بنواجهها كاقتصاديين، العجز الموازنه وزياده معدل الاقامه، التحديات الاساسيه اللي تواجهها هذه الحكومه وهي تعمل جاهدا على تنفيذ خارطه الطريق في هذا الوطن في هذه المرحله حتى ننتقل الى المرحله القادمه باذن الله من الاستقرار. هدفنا الأساسي دعم كل النقاط التي تساعدنا من أجل تحقيق خارطة الطريق الانتهاء من الدستور، وإن شاء الله الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية. هذا تحدي كبير لهذه المرحلة، يجب علينا أيضا أن نعيد الأمن إلى الوطن وأن نحاول أن نضبط جراح الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرا وأصبح اليوم في مرحلة خطيرة نعمل بها حتى نستطيع أن نعبر إن شاء الله. وأوعدكم وأنا متفائل جدا إننا قادرين على إننا نعدي هذه المرحلة. الحكومة بتعمل على خلق فرص عمل، وأنا حقيقة سعيد بهذه المبادرة النهاردة، إن هذه المبادرة نورت مصر نبع من شيء من السهل جدا تحقيقه عند عودة الاستقرار. عندنا لجينة جاهزة للعمل فورا، لجينة السياحة أحد أهم الرواتب التي تغذي الاقتصاد المصري، ويجب أن نذكر أنها كانت تضخ أكثر من 14 مليار جنيه دولار في الاقتصاد القومي توقفت، وهي جاهزة، بنيتها الأساسية جاهزة، وشبابنا المدرب جاهز، وإن شاء الله مع الاستقرار ومع دعواتنا المتتالية الحريصة بالإصرار على عودة السياحة إن شاء الله تعود، ونرى كل يوم نجاح آخر، وكل يوم نرى أن دول بدأت في رفع الأرض عن السفر إلى بيت. أيضا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي ذلك خلق فرص عمل مرة أخرى، ولكن نفس الوقت هي التنمية المستدامة، وهي ضمان التنمية المستدامة الاستقرار في دعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة. فرصة هذا الوطن في هذه المرحلة أن نبدأ على الطريق الصحيح
وأن نبدأ بطريق يؤدي بنا إلى تنمية شاملة وتنمية مستدامة تضمن العدالة الاجتماعية وتضمن تحقيق الاستقرار وتضمن لأبنائنا فرص عمل بشكل جميل بإذن الله. حكومتنا